What's up, family? Welcome back to the channel, man. It's your boy, Mr. Twy. Today, ayo, skirt, skirt, man, check this out. All right, guys, we have a very important video today. It's the Try Not to Cry Challenge. It's the Muslim edition. Let's go ahead and get into it. Now, remember, if this is your first time on the channel, make sure you go ahead and subscribe and join the Twy family. Also, before we get started, put a like on this video. Remember, if you got a video you want me to react to, get down in the comment section, post the link, and I will get to it, man. Try not to cry. Let's get into it. With Twy! تناظروا استووا وتم الصف الأول فالأول استووا لا تدعوا فرجا للشيطان استووا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى
بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة
ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. What's up, family? Get down in the comment section. Let me know what you think about the video. Also, if you have a video you want me to react to, get down in the comment section. Post the link and I will get to it. Guys, let me know if this recitation was, if it made you emotional. Whether it made you cry or whether it made you think back to a time. Guys, I just want to say, this is what I want to say to the Watwa family and anyone else who is watching this video. If I have ever offended you or made you upset with me, I ask you for your forgiveness. I apologize for anything that I've done to make you feel negative towards me. I ask for your forgiveness. One thing I've learned from Muslims is that they're forgiving people. When I say forgiving, I mean just there's no hate. There's no hate in their hearts. They forgive. And that's why, and they also go with, you know, that thou should not have any hate towards anyone. That if you do feel like you've offended someone, that you should ask for their forgiveness. And then, you know, that person, you know, that Muslim or Muslimah will forgive you. Going through this recitation, I kept thinking about all of the sins that I've committed recently and even last year, just asking for forgiveness. Because no one is perfect. I am not perfect. But I know that there's times where I do sin and I ask for forgiveness. You know, I will be the first one to let you know that I am not perfect. But I am working on becoming a better version of me. You know, and I feel like that's what everyone else should do by listening to recitations. Whether you understand it or not, just start off slow. Just listen to them. You know, listen to them and then try to find the translation so you can fully understand it and then get the grasp of it. Well, Twa family, if you cried during this recitation, get down in the comment section and let me know. I will be in the comment section reading your comments. And guys, I just want y'all to please stay safe, okay? Stay safe. Stay safe in this world. When you see your brothers and your sisters out there, try your best to do as much as you can. As much as you can. Don't look at what everybody else is doing or giving. Only do as much as you can. Because that's what matters. Doing what you can do. The best of your ability. Because that's what makes you great. It's your boy, Mr. Watwa. We'll see you tomorrow. Why? Because I post videos every day. So please take care. Stay safe. Watwa!